تعيش السعودية حملة جديدة لدمج الأيتام في المجتمع بعد أن كانت حياتهم مسورة بحيطان مراكز مخصصة لتغذيتهم بالطعام والعزلة وانكسارات متنوعة. الوزارة أحد أهدافها وأحد برنامجنا اللي احنا عاملينه لليوم العربي لليتيم في منطقة مكة المكرمة نحن معك، وهو مساعدة الأسر على الاحتضان وتشجيع الأسر على الاحتضان. الاتجاه السعودي الجديد يسعى إلى التنقيب عن مواهب بين الأيتام ورعايتها واستثمارها، إضافة إلى دفع اليتيم إلى الحياة اليومية في الشارع والمدارس لممارسة طقوس مانعة لانكسارات نفسية ومعيشية كانت تصيب أجيال الأيتام سابقاً. كان إحساس جيد، كنت مبسوط، كنت أتمنى أن يكون أكثر كمان. ما نحتاج عندنا داخل الدار في إقامة أي حفل لأي جهد من الخارج، من ناحية تصوير، من ناحية مونتاج، من ناحية عمل سيناريو، من ناحية من جميع الأمور تعلق. واليوم شاهد على الشيء اللي أنتم شاهدتوه بنفسكم يعني. أحد الحلول يكمن في تطوير برنامج الاحتضان، وهو نسخة سعودية معدلة لبرامج تبني عالمي يمنح حق رعاية واستضافة وإسكان اليتيم في بيت أسرة تتبناه مقابل مكافأة مالية تمنحها الدولة، مصحوبة برقابة دائمة لمدى تأقلم اليتيم وارتياحه. عيشة يمكن مقارنة بعيشة الأهالي، احنا الحمد لله الله أكرمنا بجمعية، والله ما حتكلم ما أوفي قدرة صراحة، لأنه أكلي ومشربي وعيشتي وبداية عمري يمكن نهايتها مع الدار. تتعدد أسباب أزمات اليتامى، وتتوحد رعاية المؤسسات لهم وبرامجها الهادفة إلى طي صفحات غير مبهجة كانت تقنن وتؤطر حياة ومستقبل يتامى السعودية. يوم اليتيم العربي هو سعي لتحقيق الحديث النبوي الشريف: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. سعود الخلف، العربية، جدة.